دكتور محمد على المقدمة، متشكر على دعوتي. ده شرف ليا أنا إن أنا أبقى موجود في الكورس ده، وآي هوب إن التو ليكتشرز اللي أنا هعملهم إن هما يبقوا مفيدين ويبقوا مأفيد لو إحنا بعد كل ليكتشر عملنا ديسكشن، واللي عنده أي سؤال أنا تحت أمره. الحاجات اللي أقدر أجاوب عليها هعرف أجاوب عليها إن شاء الله. أول ليكتشر هي على tumor like conditions، ودي حاجة بتصادف كل الـ orthopedic surgeons، مش بس الناس اللي بتشتغل orthopedic oncology ولكن الناس اللي بتشتغل orthopedics عامة. وعشان كده هي لها أهمية ان احنا نبقى عارفين ايه الـ tumor like conditions وايه الحاجات اللي ممكن تلخبطنا مع الـ tumors. ايه تعريف التيومر لايك كونديشنز؟ These are non-neoplastic lesions of bone and soft tissue that may clinically, radiographically or pathologically mimic a neoplast. ده التعريف بتاع تيومر لايك كونديشنز. واحنا مش بنتكلم بس على lesions اللي جوه البون، ممكن تميمك soft tissue tumors. ولما نقول تيومر لايك كونديشنز، دي حاجات ممكن تلخبطنا clinically، وممكن تلخبطنا في الإشاعات، وممكن حتى الباثولوجيست يتلخبطوا ما بين تو ليجنز، واحدة تيومر واحدة مش تيومر. فالسبكترم يشمل كلينيكال وإكس رايز وباثولوجي. Why is it important for us to be aware of them؟ يعني إيه الأهمية يعني إن إحنا نعرف التيومر لايك كونديشنز دول؟ أول حاجة they could be mistaken for a neoplasm and treated as such. تخيل انت مثلا عيان عنده osteomyelitis وانت تتلخبط فيه ان هو يوينج ساركوما، وبعدين accordingly تعمل له resection وهو infection كان يتعالج بانتيبيوتكس. There is a very big difference في التريتمنت ما بين الاثنين، وبالتالي it's very important ان احنا نعرف. تاني حاجة العكس، ممكن كمان a real neoplasm، عيان عنده يوينج ساركوما and you mistake it for infection and you just do a debridement and drainage وينتهي الموضوع بامبيتيشن، عشان احنا ما عرفناش من الاول ان هو malignant tumor. ف it could go both ways، tumor ونفتكره حاجه ثانيه، او حاجه ثانيه ونفتكرها tumor. احنا لما بنقسم زي ما بنقسم من اول ما دخلنا الطب، لما حد يجي يقول لك هي اتس كونجنتال ديفلوبمنتال ديجنريشن، دي احنا هنستخدمها في كل الحاجات اللي هي ممكن تتشابه مع التيومرز. فنبتدي بكونجنتال وديفلوبمنتال كونديشنز. هل في قرار معانا ان هي تيومر وهي ما هياش؟ مش شوف الاكزامبل ده. اول اكزامبل السويلنج ده بوني، يعمل اكس راي نلاقي المنظر بالشكل ده اكنها بوني بروميننس طالعه من الايه، من البون. وبالتالي it could be easily mistaken ان هي تيومر، في حين ان المنظر ده منظر what we call traverse disease أو dysplasia epiphysealis hemimelica. It's very characteristic. Common قوي إن هي تبقى في ناحية واحدة أو في الناحيتين بتوع الجوينت. وبالتالي we have to remember how it looks. وبالمناسبة لما بنلاقي حاجة فيها multiplicity usually it's not a tumor. التيومرز اللي فيها multiple lesions معروفين ولهم characteristic pictures. فدي this is what we call traverse disease أو dysplasia epiphysealis hemimelica. ناخد example traumatic conditions. هل في traumatic conditions ممكن يشبهوا التيومرز؟ ناخد example زي ده، عيان جاي ببين في الليج، نعمله X-ray نلاقي المنظر ده sclerosis حوالين الاريا دي، وممكن قوي ما يبقاش في history of trauma which very tender painful، ومش شايفين fracture line لأن the stress fractures actually
السكليروزز والكالس فورميشن بيبان قبل ما الفراكتشر بيبان. فات ذس ستيج كود بي ايزلي ميست ان العيان ده عنده اوستيود اوستيوما او عنده بون فورمينج ليجن في حين ان هو ستريس فراكتشر. ولو مشينا في الستيجنج بروسيدير مظبوط وعملنا ام ار اي بان على طول الليمتنج افتر سام تايم ات ديسابيرز اللي هو عكس اي تيومر تاني. التيومرز دايما نفتكر ان البين بتاعها يا اما كونستنت يا اما بروجريسيف. فالستريس فراكتشر از انذر اكزامبل اوف ا تيومر لايك كونديشن. كمان من ضمن الحاجات اللي هي تروماتيك وممكن تبقى مستيكن فور ا تيومر المايوسايتس اوسيفيكانس. نلاقي حد جاي بسوولن بينفل tender swelling موجود مثلا هنا في الاكزامبل ده في الارم. It could be easily mistaken for a soft tissue sarcoma. او لو هي قريبة من البون ممكن نفتكرها ان هي it's a surface lesion وفيها ossification دي تبقى parosteal بقى osteosarcoma. وبعدين لما نبص على الMRI نلاقي ان الMRI لا دي ما هيش surface lesion دي حاجة جوه المسلز. اه صحيح painful وtender بس برضو بتبقى self-limiting. والمايوسايتس اوسيفيكانس بتاخد one of two paths يا إما إن هي disappears completely زي ما حص وإيفنشلي بعد كده يا إما تتشال يا إما ما تتشالش. ولو إحنا مشينا في الستيجينج بتاعنا مظبوط يعني افرض إن أنت افترضت إن دي soft tissue sarcoma أو parosteal osteosarcoma عملت الإيميجينج ده وبرضو لسه عندك شك. Once you do a biopsy, the biopsy will confirm the diagnosis. وفي الـ CT وفي الـ X-rays كمان في حاجة تميز بين الاتنين. الـ parosteal والـ soft tissue tumors اللي هما فيهم calcification بيبقوا they're bony from inside out. إنما الميوسايتس أوسيفيكانس دايما نفتكر إن هما الأوسيفيكيشن بتاعتهم بتبقى بريفرال من جوه ما فيش حاجة فبيبقى فيه بريفرال أوسيفيكيشن. Another example الميوسايتس أوسيفيكانس يمكن ده باين قوي في السي تي إن هنا في عندك بريفرال أوسيفيكيشن من جوه ما فيش حاجة. This is a myositis ossificans. It's not a tumor. It mimics a tumor. إنما it's not a real tumor. تعالوا نشوف الإكزامبل ده. طفل تاني جاي presenting a painful forearm. عمل X-ray لقينا فيه osteolytic lesion موجود في الألنا. ودي automatically هنفكر فيها نقول دي tumor ممكن تبقى حاجة benign ممكن تبقى non-ossifying fibroma لها sclerosis. طيب نعمل MRI لا الله ده باين فيه lytic lesion موجود جوه في الألنا وكمان soft tissue extent. So this is very peculiar. We don't know what type of tumor could do this. So small, بس لها soft tissue extent. طب why not do a biopsy بقى علشان نعرف ايه الحكاية. ساعتها عملنا open biopsy. And look what we've seen. And this is a foreign body reaction. الطفل ده بيشتغل في النخل ودخلت السلاية دي في ايده. وفي actually لا بعد ما تخش البانكشن ما هواش باين وعملت الفورين بودي رياكشن ده وبان الاوستيوليسيس اللي موجود بالمنظر ده. فكمان الفورين بوديز لو هي وصلت للبون ممكن تعمل اوستيوليسيس وتبان بالمنظر ده. This is very rare but we have to put it in mind. طيب في ايه كمان غير التروماتيك كونديشنز؟ في vascular conditions that could mimic actually التيومرز. ايه الاكزامبلز؟ ناخد الاكزامبل ده. عيان عنده هيريديتري مالتيبل اكزوستوزس. وي نو اوريدي ان هو عنده مالتيبل اكزوستوزس. ومره واحده يجي يشتكي يقول بسادن بين اند سويلنج ان هيز ثاي. مره واحده كده في خلال يومين ثلاثه لقى الثاي ورم والورمان الموجود فيري بينفل فيري تندر و centered around one of the exostoses. وبالتالي ده ايه؟ ده malignant transformation. بس malignant transformation يحصل بالسرعة دي في one or two days
قلنا جايز العيان بيبالغ ان هو بقالها مده، بس هو بيقول لك بقاله يومين ثلاثه. فالاول وهله ايه الحاجه اللي ممكن تبقى راوند ان اكزوستوزس وتدي الحجم الرهيب ده؟ حاجه وان اوف ذا الكاب قلبت مالجننت، هل دي بيرسا؟ المهم وقتها وي ديدنت نو، وي ديدنت ام ار اي، وي فاوند ذا سوفت تيشو ماس ده، بس اكشلي ذس سوفت تيشو ماس واز نثينج بات ا فولس انيوريزم. السبايك اللي موجود في الاكزوستوزس عملت خرمت الفاسلز وعملت سودو انيوريزم بالمنظر ده. ولو احنا ما احناش اورينتد ان ده سودو انيوريزم ودخلنا شلناها حته واحده كنا وما عناش حد فاسكولر، كان زمان العيان ده هي بلاد اكستنسيفلي. فوي هاف تو بوت ان مايند دايما ان بالذات الاكزوستوزز اللي هي سبايكي بالمنظر ده ما هياش لها سموث سيرفيس، ممكن قوي تعمل فولس انيوريزم بالذات لو الايه للفاسلز. ودي لما نرجع لورا احنا ما كناش اورينتد وقتها، بس كنا هنلاقي السويلنج ده بالسيتنج. ودايما تشك في الحاجات الاكزوستوزيز الصغيره دي ان هي ممكن تتسبب في ذلك. فthis is one of the things اللي لازم نبقى aware. It's not a real tumor, but it is a pseudo aneurysm. نيجي ناخد example تاني. عيان جاي لنا moderate pain, he's limping. وبعدين عملنا له X-ray لقينا الله ده the superior pubic ramus و part of the ischial ramus متاكلين. فالأول وهلة we think إيه اللي ممكن يأكلها كده، this is definitely a tumor. إيه اللي هيعمل كده ويأكل الإليك superior pubic ramus والinferior pubic ramus؟ طيب نعمل staging وناخد biopsy. عملنا CT لقينا الإسكير ريمس مش موجود، لكن مفيش حاجة replacing it، مفيش tumor، مفيش soft tissue mass, nothing. الريمس ما بقاش موجود لكن مفيش حاجة مكانه. طيب ده ايه ده؟ it's nothing but a disappearing bone disease, what we call Gorham's disease أو disappearing bone disease. it's one of the vascular phenomena اللي ممكن تحصل و it could easily mimic a tumor. وده حيبان على طول في الستيجنج لما تعمل MRI ان انت مش هتلاقي البون، هتلاقي البون متاكلة، انما في حقيقة الامر ان هي it disappeared، مفيش حاجة اكلتها. It's a progressive disease، يعني كل لما بتسيبه بياكل في العظم اكتر. لو شفنا هنا كان السوبيريور والانفيريور بيوبيك ريماي موجودين، دلوقتي ما بقوش موجودين. ما هياش ذات بينفل، العيان بيلمب عشان الانستابيليتي، انما اكشلي اتس نوت ا بينفل ليجن اند ات كان كونتينيو اند اتس فيري انبريدكتبل. يعني ممكن تفضل قاعده مكمله كده وتاخد هول كوادرنت اوف ذا بودي بالمنظر ده. التريتمنت برضو كلها ثيوريز، في ناس بتدي لو دوز راديوثيرابي للموضوع ده عشان تعمل اند ارترايتس لانها اتس فاسكولار فينومينا، وبالتالي توقف البروجريشن بتاع الايه البروسيدير ده. لو جينا بصينا برضو هنا اتس انذر اكزامبل اوف جورهامز ديزيز او ديسابيرنج بون ديزيز، مره واحده السكابولا اختفت وبارت من الاكروميوم، ولما تيجي تبص في السي تي ما تلاقيش اي replacing it. حتى الهيد اوف ذا هيومرس ابتدت ايه تتاخل كمان، وهي بعديها بكام شهر نفس الكلام برضو. دي اسمها disappearing bone disease and it's a tumor-like condition. other vascular phenomena زي sclerosing bone disorders, enostosis, intramedullary osteomas بالمنظر ده، these are not real tumor. ممكن يبانوا يتلخبطوا مع ايه؟ مع osteoid osteoma. تشوف كده كده تقول الله دي نايدس اهي، او دي حاجه بون فورمينج تيومر. اكشلي اتس نوت بينفل، اتس ا بينلس ليجن واتس ان انسيدنتال فايندينج بتبان في الاكس رايز. برضو حاجه تانيه كمان ممكن تلخبط قوي مع بون تيومرز ان انت تلاقي بون انفاركتس. البون انفاركتس
دي بتحصل كتير مع الناس اللي هي بتاخد ستيرويدز او leukemic patients اللي on chemotherapy وبياخدوا long term chemotherapy او long term ستيرويدز بالذات العينين leukemic, تلاقي عندهم bone infarcts بالمنظر ده. طب نميز ازاي البون انفاركتس من الريل تيومر؟ لو بصيت على الاوسيفيكيشن اللي موجود هتلاقيه فيري ويل ديفايند, له فيري ويل ديفايند مارجنز بالمنظر ده, والمالتيبلستي موجود هنا وفي الابر تيبيا وفي الديستال فيمر الثانيه وفي اللور تيبيا الثانيه, وفي هيستوري اوف ستيرويد انتيك او اوف كيموثيرابي انتيك. فده ذيز ار بون انفاركتس, ولما نلاقي المالتيبلستي دي مش هنقول ان هم ميتاستاسيس, ذيز ار بوني انفاركتس, تلاقيهم حتى هنا باينين سيمتريكال. كمان الـ AVN اللي احنا بنشوفه طول الوقت, الـ AVN ده could be mistaken ان هو تيومر لو الواحد مش عارف, حتى في الصغيرين ممكن الـ Perthes disease نفتكره كوندروبلاستوما epiphyseal lesion, في حين ان هو Perthes disease وفي هنا collapse للهاد بالمنظر ده. وهنا هتلاقي الـ Railway sign اللي هي بتاعت الـ AVN. If we look carefully we detect a lot of clues بيساعدنا على differentiation between tumors و non-tumorous conditions. نيجي بقى لأهم category واللي هي بتتلخبط كتير و it caused catastrophes, إن احنا نلخبط الانفكشن بالتيومر أو التيومر بالانفكشن, ونسميها عشان كده the great mimic اللي هو الانفكشنز. وكل أنواع الانفكشنز ممكن تتلخبط مع التيومر, acute infection, subacute, chronic non-specific, chronic specific, كل دول ممكن they could mimic tumors. ليه they could mimic tumors؟ لأن الانفكشن بتعمل missions, بتعمل swellings في بعض الأحوال, ففيها كل الكريتيريا والمقومات اللي انت ممكن تشخص بيها a bone tumor. طيب ناخد examples. An adolescent جاي ب painful upper arm وبقاله مدة حواليه swelling, it's tender, it's painful, عمل X-ray فبان الاوستيوليتيك ليجن اللي موجود في الهيومرس بالمنظر ده, وبالتالي at this stage انت ممكن تقول على ده ان ده Ewing sarcoma, بس you have to put in the differential diagnosis and it could be infection. فإتس either a Ewing or a telangiectatic osteo أو infection. فالإكس-راي لوحدها مش هتقدر تخليك إن أنت تبقى تحدد الدياجنوزيس. نكمل الستيجنج ونعمل MRI, ابتدت الدنيا تبان أحسن شوية. نلاقي فيه هنا osteolysis وفي soft tissue mass حواليها أهي. It still could be a Ewing and it could be an infection. نشوف الكونترست ميديا في الـ MRI, لا ده هنا ابتدت الأمور تختلف, بقى في سنترال نيكروزس وفي بيريفيرال انهانسمنت. دايما نفتكر البيريفيرال انهانسمنت ده بتاع الابسس, يعني الوول هي اللي بتاخد الصبغة واللي جوه الباس والنيكروزس اسود, فبالتالي this makes things more towards ان احنا ايه, ان هو infection. طب احنا نتأكد ازاي انت هنا infection, هتعمل لها debridement, guttering, تاخد cultures and continue your debridement. إذا لقيت necrotic tissue and it's not a frank pus يبقى تكتفي بأن أنت تاخد biopsy وتبعتها للباثولوجي. إذا لقيت blood وtissues يبقى دي هتاخد برضو specimen وتبعتها biopsy. يبقى أنت ما أذيتش العيان وفي نفس الوقت you didn't burn your bridges. If it turns out to be an infection you'll treat accordingly. If it turned out to be a tumor أنت كل اللي أنت عملته biopsy. إنما الغلط إيه؟ الغلط ان انت تعمل فتحه كبيره وتفتح جاتر كبير and you curate ويطلع في الاخر كل اللي جوه ده لو تيومر it contaminated the whole area. دايما خليك شكاك ان هي كل تيومر ممكن يطلع infection والعكس.
Another example, برضو عيان جايب pain في lower leg, osteolytic lesion في lower tibia. It could be a tumor, it could be an infection. لو بصينا على MRI نفتكر اللي احنا كنا بنقوله ال peripheral enhancement. تلاقي حتة بيضة منورة في النص و central necrosis بالمنظر ده. And this was an infection. برضو شايفين ال peripheral enhancement زي الخاتم منور وفي النص ايه؟ النص اسود. Another example of subacute osteomyelitis. Painful tender lesion, very faint sclerosis. تخليك تشك دي ايه؟ دي tumor, دي infection. تبص تلاقي massive edema اللي هي ممكن تبقى مع inflammation, ممكن تبقى مع tumor. A core biopsy will solve the ايه؟ The condition. لازم كمان نفتكر ان في حاجات ممكن تبقى very evident ان هي تمشي بالعكس. يعني انت ممكن تبص على البيشنت ده تلاقي الله ده الفيمر في لها soft tissue extent وبون فورميشن ودي ايه periosteal reaction دي شكلها مظبوط واخدنا بايوبسي this was an infection. كمان اكزامبل لده واحد برضو جايب iliac bone lesion وباين فيها الاوستيوليسيس الجامد قوي باكتشلي واكل البوستيرير ايلياك بون واكل كمان الادجيسنت سيكرم. ولو بصينا هنا هنلاقي ده اكستنسيف سوفت تيشو ماس خارج منها اون بوث سايدز اوف ايلياك بون وكمان على السيكرو ايلياك والادجيسنت بارت اوف ذا سيكرم فيها شويه فلويد ليفلز بالمنظر ده ناخد منها وهنا شايفين في شويه peripheral enhancement وابسيسيز في النص ناسبريت طلع ايه؟ طلع pus and this was an infection. Another example للبروديز ابسس osteolytic lesion في الابيفيسز دايما بتخش في differential diagnosis مع الكوندروبلاستوما. يعني الناس الاطفال السكيلتلي اماتيور اللي عندهم osteolytic lesions في الابيفيسز دايما differential diagnosis بيبقى يا إما كوندروبلاستوما يا إما بروديز أبسس. في الحالة دي this is the بروديز أبسس. برضو أحب ألفت الناس المور جونيور إن sometimes ساعات الناس بتتلخبط في الهيومرس وفي الفيمر لما الأشعة بتبقى end on يبان osteolytic lesion في الفيمر هنا و actually it's not an osteolytic lesion it's an end on. بيحصل كده في الفيمر وبيحصل كده في الجريتر tuberosity. عشان كده don't rely ابدا على one view دايما يبقى عندك two views علشان خاطر ان انت تقدر تجادج على x-ray. Another example of an osteolytic lesion في upper tibia. ناس كتير قوي would say that this is a giant cell tumor ولو انا عندي الاشعه دي في امتحان وحد دخل وقلت له دي اللي انت شايفها ايه يقول لي دي giant cell tumor. ليه giant cell tumor؟ It's an osteolytic lesion واصله لغايه الابيفيسز eccentric well-defined margin. في ايه كريتيريا عايزينها اكتر من كده لجاينت سيل تيومر؟ ولو بصينا بقى هنا للMRI بتاعها لا ده ما هياش جاينت سيل تيومر ده حته فيها فلويد جوه اسود اهو ومفيش اي soft tissue حواليها في شويه peripheral enhancement and this was an abscess. تخيل المنظر ده بتاع التيبيا it's an infection. كده الواحد ما يبقاش confident قوي بالاكسريز. احنا في الاكسريز نحط differential diagnosis بس لازم نمشي systematic. الخطوه اللي بعد كده نعمل MRI, الخطوه اللي بعديها ناخد biopsy and then we treat accordingly. شوف another example طفل جايب a painful thigh, الاكسري شكلها more or less normal بتاعت الفيمر, يعمل another x-ray بعديها باسبوعين ثلاثه نلاقي الله ده mottled كده osteolysis وشويه periosteal reaction. شايفين المنظر ده منظر كلاسيكي بتاع ايه؟ بتاع infection osteomyelitis في حين ان هو ممكن قوي يبقى mistaken for a tumor. Another example برضو osteolytic lesion في ال upper femur حواليها sclerosis could be an infection could be a المنظر ده. Another example
شوف قد ايه ممكن مثلا ديستراكتيف ليجن في السكابولا وحاليها سوفت تيشو اكستنت كبير. It looks very much like a Ewing sarcoma of the scapula. عايز ايه؟ destruction في السكابولا وحواليها huge soft tissue mass والMRI نفس الكلام. And it turned out to be an infection. فانت كل الحاجات دي تتلخبط تتلوكس ما تقدرش من الأشعة تقول. It's always in the differential diagnosis من المالجنت تيومرز والإنفكشنز. طب هل في كلوز ممكن تساعدنا؟ في حي أي إنديكيتورز ممكن تخلينا نشك أكتر ونبقى مايلين أكتر إن دي إنفكشن ولا دي تيومرز؟ The following are the indicators for infection. في حاجات sure indicators وفي حاجات probable indicators. لما نشوف ال sure indicators لو لقينا draining signs, يعني لو لقيت واحد عنده ال lesions اللي احنا شفناها دي وفي sinus بيطلع pus, مفيش tumor بيعمل كده. دي ايه؟ It's a sure sign. أو sinus قديم وقفل بس الحتة دي كان فيها sinus, يبقى this is a sure sign ان ده infection. فإما sinus يا إما history of a draining sinus يا إما known history of infective disorders, عمال بيجيله infections everywhere وبعدين تلاقي له حاجة زي كده. وطبعا the most sure هو ان انت تاخد بيوبسي لو انت عندك اي شك ولا 1%, يبقى دايما تاخد بيوبسي وتأكد الموضوع ده. طب في حاجات suggestive, constitutional manifestations, تلاقي red وhot والفيفر بتعلى and so on, بس دي برضو ما هيش enough لان في tumors ممكن تبريزنت بنفس الطريقة زي اليوينج ساركوما. الرابيد بروجريشن اوف سيمتومز, في يوم وليله تلاقي الايد ورمت واحمرت. التيومرز ما بتكبرش في يوم وليله, it takes some time. رابيد بون فورميشن في الاكس راي, تلاقي اكس راي كويسه وبعديها بيومين ثلاثه ابتدى يبقى في بيريوستي رياكشن, ده برضو باترن بتاع انفكشن اكتر ما هو تيومر. اورجنايزد بيريوستيال بون فورميشن, تلاقي الاورجنايزيشن زي ما شفنا قبل كده, والايمجنج اللي فيه سيكويسترا او البريفيرال انهانسمنت اللي احنا كنا بنقول عليه, سنتر ليكويفاكشن وكونتراست اي بريفيرال انهانسمنت, كل دول سجستيف سيمتومز وكل دول شور ساينز ان هي ايه, ان هي انفكشن. ناخد بقى اكزامبل لحاجه ان بتوين, يعني نقول في تيومرز وفي انفكشنز, كمان في حاجه في النص, لا هي حصلت تيومر ولا هي حصلت انفكشن. ناخد الاكزامبل ده, طفل والليجن ده دايما بيجي يوجوالي في الاطفال, ان طفل جاي ببينفل upper leg, تعمل اكس راي تلاقي osteolysis في الابر تيبيا, ال defined margins, دي ممكن تبقى osteomyelitis, ممكن تبقى يوينج ساركوما, ممكن both, it could goes both ways. تعمل MRI تلاقي برضو الليجن باين في الMRI, في الله في soft tissue جوه كمان, it's more towards a tumor rather than ان هي infection. And this turns out to be a Langerhans cell histiocytosis. دي ال entity اللي هي الإزينوفيليك جرانيلوما أو Langerhans cell histiocytosis أو ما يقال LCH. ال entity دي between, ما هيش لا infection, تدي كل ال manifestations بتاع ال infection, وفي نفس الوقت it's not an infection, it's a tumor. وال LCH دي يا إما بتبقى solitary lesion, واكتر حاجه احنا معروفه عندنا موضوع الفيرتبرا بلانا, بس كنت كمان تيجي الاسنفيريك جرانيلوما تيجي في اللونج بونز وتبقى بينفل, وسامتايمز ات سيلف ليمتنج بتروح لوحديها, وسامتايمز ات ريمينز بينفل وبتخف بستيرويد انجكشن انترا ليجنال, ولو هي كبيره قوي ممكن ان انت تعمل لها كيراتج. فايت جوز اولويز, ممكن ان هي تخف لوحديها, ممكن ان انت تحقنها ستيرويدز, ممكن ان انت تكيرات. وبتتشخص بالباثولوجي, باثولوجيست ممكن يتلخبطوا قوي فيها, ولو حبوا شور ساين بيعملوا ماركر اللي هو CD1A, هو ده الماركر بتاع ال LCH. another example برضو ده LCH باينه في الديستال فيمر, دايما تيجي في الاطفال, فاحنا لما نشوف اوستيوليتيك ليجن في الاطفال بالمنظر ده وتبقى حاجه محدده كده, يبقى دايما نفكر انفكشن تيومر وما ننساش الهيستيوسايتوزيس. كمان في chronic specific infections زي الاكزامبل ده, برضو ده لما نشوف الاكس راي دي, it's a classic giant cell tumor, osteolytic, peripheral, واصله للسبكوندرال بون, well defined margin.
نعمل MRI برضو. MRI موري اهو تيشوز بس فيه شويه كده نوب طالع وماله، ممكن الجاينت سيل تيومر يبقى لها سوفت تيشو اكستنت، ما تقولش لا. في حين ان احنا لما اخذنا بايوبسي this turns out to be a TB. طب لا، طب ايه اهميه ان احنا نعمل كده؟ اهميه ان احنا نعمل كده وان احنا نبقى عارفين، ما نجيش نقول ونبقى عندنا ثقه قوي دي شكلها جاينت سيل تيومر يلا نخش نكحت. لا، انت لازم تمشي سيستماتيك، تعمل MRI، تاخد بايوبسي، تتاكد دي جاينت سيل تيومر ولا دي مالجنانت تيومر ولا دي انفكشن، and then you treat it accordingly. دايما خليك شكاك، there are always lots of possibility، وده example اللي هو ممكن يلخبط جاينت سيل تيومر مع infection. ده يمكن اوضح شويه، ده باينه قوي ان هي very well sclerotic margin bypassing او straddling الفيزيال plate. And this was a chronic infection. بالمنظر ده، وده it responded to treatment with healed by sclerosis. بالمنظر ده كمان ال pyogenic SI joint، سواء كانت tuberculous أو infective، تلاقيها on both sides of the joint. بالمنظر ده this is not a tumor, this is infection. الإكزامبل ده لطيف جدا بس هو نادر. واحدة عندها 45 سنة جات presenting ب pain mild swelling، pain بقاله أكتر من سنة، بعدين في الآخر عملت X-ray باين osteolytic lesion واخد ال upper tibia. بالمنظر ده ممكن حد يقول والله دي شكلها fibrous dysplasia، ممكن giant cell tumor و extensive قوي. okay. It could be this or that. نيجي نعمل X-ray، الله دي مليانة fluid و multiple cystic areas كده، it could be A. دي ABC مثلا اللي فيها multiple cysts بالمنظر ده. ف we took a biopsy، البيوبسي طلعت ان دي it's a hydatid cyst which is very rare، بس it's a form of infection mimics a bone tumor with a hydatid cyst اللي لها preparations مخصوصة علشان خاطر لو انت هتكحتها او تشيلها. وفي الاخر احنا we did a resection and you can see the inside بتاعها مليانه السكوليسيز بتاعه الايه بتاعه الهيداتيد سيست. يبقى ده الباند بتاع الانفكشن. انتوا فاكرين احنا ابتدينا المحاضره قلنا ان التيومر لايك كونديشنز دي حاجات ممكن تبقى congenital، ممكن تبقى traumatic، ممكن تبقى infections، ممكن تبقى vascular problems، وكمان ممكن تبقى metabolic disorders. في metabolic disorders تعمل lesions شبه قوي الانفكشن وتلخبطنا معاها، والتريتمنت بتاعتها مختلف تماما عن التريتمنت بتاع التيومرز. ناخد اول example، female عندها 32 years جاية بpainful lower forearm وswollen، ولما عملنا الاكس-ray باين osteolytic lesion في distal radius. بالمنظر ده cellulitic lesion في distal radius واصله للسبكوندرال بون، هنقول عليها جاينت سيل تيومر. وساعات كمان ناخد منها بايوبسي يقول لك البايوبسي دي باينه ان هي جاينت سيل تيومر، في حين كلاسيك بيكتشر في الام ار اي لما نبص على الاكس رايز، بس العينه دي فيها حاجه غريبه برضو شويه، ان عظمها بروتيك زياده عن اللزوم. شكينا ان هي عندها هايبر باراثايرويدزم، عملت سكانوجرام طلع فعلا عندها باراثايرويد ادينوما. بالمنظر ده and this was a brown tumor. Brown tumor بيبان شبه الجاينت سيل تيومر جدا، وحتى الباثولوجي بتاعه مليان جاينت سيلز، ممكن يتلخبط الباثولوجيست لو هو ما هواش يعني ان اكسبرت في البون باثولوجي. فبقينا في الاحوال اللي احنا بنشك فيها جاينت سيل تيومر، روتين لابز اللي احنا بنعملها للعيان بنحط فيها كمان الباراثورمون والكالسيوم از روتين، علشان العيانين اللي عندهم هايبر باراثايرويدزم وجايين باوستيوليتيك ليجن دول ما بيخفوش بان احنا نعمل لهم بون سيرجري، دول بيخفوا بان احنا نعمل لهم باراثايرويدكتومي. بعد الباراثايرويدكتومي كل الليجنز دي بتخف. طيب فانت you could be confronted في الاحوال اللي زي كده بتو سيناريوز، يا اما عيان يجي لك بسوليتري ليجن براون تيومر سوليتري، وده الديفرنشال دايجنوز بتاعه بيبقى جاينت سيل تيومر اوستيوبلاستوما سوليتري مايلوما سوليتري مت فايبرس ديسبليس، كل حاجات الاوستيوليتيك بيور اوستيوليتيك ليجنز. وممكن العيان يجي لك بمالتيبل ليجنز، يعني الهايبر بارا ممكن تبقى مالتيبل ليجنز
ودي بيبقى differential diagnosis بتاعها metastasis وميلوما وpolycystic fibrous dysplasia. طب ايه اللي بيخلينا نشك ان ده hyperpara اكتر ما هي tumor؟ في حاجات suggestive في حاجات sure. suggestive ان انت العياني بقى بيشتكي مش بس من المكان اللي فيه brown tumor لكن يبقى عنده generalized bony aches، واكتر حتة العيان بيحس فيها بaches الribs. يعني دايما يقول لك انا دلوعي بتوجعني، اللي يقول لك دلوعي بتوجعني دي تعرف على طول ان عنده metabolic error، وتلاقي البونز اوستيوبوراتيك، ولو هما مالتيبل ليجنز طبعا تشك اكتر ان هي هايبر بارا، والهايبر بارا دي ممكن تبقى برايمري نتيجه ادينوما، وممكن كمان تبقى سكندري تورينال فيلير. العينين اللي عندهم هيستوري ان هم عندهم رينال فيلير وبيعملوا دياليسيس ويجي لك العيان اللي هو عنده رينال فيلير ده باوستيوريتيك ليجن، على طول البروبابل دايجنوز ان هي هايبر بارا راذر ذان ان هي جاينت سيل تيومر. وطبعا البيوبسي ممكن تساعدنا بس still suggestive لأن pathologist ساعات يتلخبطوا ما بين the giant cell tumor وال brown tumor. يعني في الانفكشن قلنا البيوبسي is a sure sign، في الهايبربارا البيوبسي is a suggestive sign. ايه sure signs بقى اللي هي لا تحتمل الخطأ؟ ان العيان اللي احنا شاكين فيه ده يبقى عنده high parathormone. high parathormone ده على طول this is a hyperpara، ودايما الباراثورمون البرايمري باراثورمون اللي نتيجه باراثايرويد ادينوما دايما بيبقى عالي، مش عالي حبه، بيبقى عالي بالالاف. انما العالي حبه ده ممكن يبقى رياكتيف، ممكن نتيجه الاوستيوليز. انما احنا لما بنشوف هايبر بارا نتيجه باراثايرويد ادينوما بيبقى الباراثورمون ده في السماء. كمان الشور ساين هو التكنيشيوم سيستاميبي اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت، ده على طول بيلوكيت الادينوما. It's a sure sign of a hyperparathyroidism. Examples بقى من الهايبرپارا، نشوف هنا مثلا عيان عنده osteolytic lesion هو في الإليك بون، ما شايفين هو لو بصينا في الاكس راي ادي الليجن، لو قارننا هنلاقي دي هنا في osteolysis، وهنا باين قوي ان هي ايه، ان هي this is a lesion. Actually العيانة دي كان حصل لنا موقف فيها ان احنا لقينا الليجن ده كده، مشينا systematic اخدنا بيوبسي، البيوبسي رجعت لنا ان هي جاينت سيل تيومر، واكوردنجلي احنا عملنا لها ريسكشن للإيلياك بون، لان جاينت سيل تيومر اللي في الإيلياك بونز لو لما بنكحتها الانسيدنس اوف ريكيرنس عالي. فبعد لما عملنا لها ريسكشن وخلاص والعينه مشيت وروحت وكل حاجه، والباثولوجي جاينت سيل تيومر، شي از فيري هابي ومبسوطه، everything is fine. بعديها بشويه ادي ريسكتد سبيسيمن اهو، بعدها بثلاث شهور جت بسيفير فور ارم بين، نعمل اكس راي على الفور ارم لقينا اوستوليتيك ليجن في الراديوس في الالنا بالمنظر ده، لا نعمل باراثورمون لقينا الباراثورمون عالي، تكنيشن سيستم اي بي طلع ادينوما. فالعينه دي كانت هايبر بارا وما كانش مفروض ابدا ان احنا نعمل لها ريسكشن للإيليكون. احنا اعتمدنا ان الباثولوجي فيه جاينت سيلز وان هي شكلها جاينت سيل تيومر، فاحنا ماشيين سيستماتيك، لكن اكشلي الباثولوجيست ما عرفش يفرق بين الاثنين، وبعد شويه بان عندها القصه دي وهي عملت العمليه الاولانيه اونت. في حين ان احنا لو كنا روتين اللي عملنا الباراث هرمون واحنا بنشكين في الجاينت سيل تيومر كنا عرفنا على طول، ما عملنا لهاش العمليه اللي فاتت دي، كنا عملنا لها باراثايرويدكتومي والموضوع اتحل. فدايما نفتكر الايه الامور دي، whenever you think of a giant cell tumor فكر في differential diagnosis. ادي example اهو برضو classic لكنها giant cell tumor، في حين ان هي actually this was a parath a hyper para. another example lytic lesions موجودة في التيبيا، ساعات تبقى central ساعات تبقى punched out بالمنظر ده. كل دي examples لايه الهايبر para thyroidism. another example برضو الهايبر para بالمنظر ده، هنا osteolytic lesion في الفيبيلر، it goes very well ان هي a bone tumor، وحتى العظم ما هوش باراتيك قوي، انما actually عملنا باراثورمون طلع عالي، طلع عندها باراثايرويد ادينوما، عملت باراثايرويدكتومي. وبعد لما بتعمل باراثايرويدكتومي من غير ولا عمليات ولا حاجه نلاقي الايه البون فورم بالمنظر ده من غير عمليات. فالعينين اللي عندهم هايبر بارا ما بنعمل لهمش عمليه، نعملهم عملية في حاجة واحدة بس، لو مكسورين فانت بتستابلايز دم عشان لما يلحموا البوني فور
you form in the proper alignment. Another example, برضو الهايبربارا بعد لما ايه بعد الباراثايرويدكتومي والأحمى. The things to remember بقى الحاجات اللي تخليك في الهايبربارا ان انت تشك فيها, انت لازم تبقى شكاك على طول all the way through. بس بما ان هي generalized disease بيبقى فيه generalized symptoms اللي هي بتاعت الهايبرباراثايرويدز, generalized pain, الناس تعطش قوي, تشرب مية كتير. ودايما نفكر ان البيوبسي ما هيش conclusive, دايما if you're suspicious دايما نعمل parathormone. وان الهايبربارا ساعات تبقى بسبب ادينوما وساعات تبقى هايبربلازيا, والادينوما لازم تتشال بالجراحة, الهايبربلازيا ممكن يبقى لها medical treatment بس في ناس بتبريفير ان هي تشيل برضو. وان لازم نفتكر ان الهايبربارا ممكن تبقى primary وممكن تبقى secondary on top of renal failure. نخش على example تاني من الميتابوليك ديزيز, عيان جاي بميتاتارسالجيا, عملنا له X-ray لقينا osteolytic lesion موجود في الهيد اوف ذا ميتاتارسال. osteolytic lesion ده ممكن يبقى tumor واخد الابيفيسس بتاع الهيد اوف ذا ميتاتارسال. طب ده ايه ده, محتاجين نعمل له كيراتج بقى, ده هيطلع giant cell tumor او يطلع ايه؟ actually خدنا بايوبسي الاول, البايوبسي طلعت ان هو gout. This was a gouty arthritis. وده محتاج بس يزبط اليوريك أسيد بتاعه, مش إن هو يعمل إيه عملية. Another example of metabolic disorders. طبعا منظر يخض, نلاقي حد جاي بهيوج soft tissue mass بالمنظر ده وكالسيفيكيشن, ده كوندروساركوما ده بالشكل ده. بس كوندروساركوما على الناحيتين برضو غريبة شوية, ان واحد يعني منحوس قوي يجي له كوندروساركوما يمين وشمال بالمنظر ده. طيب ناخد بايوبسي ونعمل MRI, البايوبسي طلعت ان ده تيومورال كالسينوزس. تيومورال كالسينوزس is not a tumor, it's a metabolic disorder, في problem في الفوسفيت ميتابوليزم. واكتشلي التريتمنت بتاعها ان العيان ياخد انتاسيدز ويمتنع عن الحاجات اللي هي فيها فوسفورس علشان يظبط الفوسفيت ليفل. وفيري ريرلي ان انت بتحتاج ان انت تشيلهم لو هم كريبلينج او انكاباسيتيتنج, بس ذس از ا ميتابوليك ديس اوردر بالمنظر ده, تيومورال كالسينوزس, تلاقي كالسيفيكيشن ويل اورجنايزد, بس تلاقيها ممكن تبقى في مكان واحد ممكن تبقى في اكتر من مكان. وده على فكره ده سوفت تيشو, ده مش في البون, ده سوفت تيشو ومحوط الايه الهيبس بالمنظر ده. كل دي ميتابوليك ديس اوردرز ممكن ان هي تشبه. نيجي لحاجه كومن وهتقابلك ديفينتلي في البراكتس بتاعك, عيان جاي باثولوجيكال فراكشر, واضح جدا ان الفراكشر ده ما هوش نورمال فراكشر, البون فيها حاجه عامله لها ايروجنز وتاكل وشكل العظمه ما هوش طبيعي. طيب نعمل MRI, MRI موري ما فيش تيشوز لكن البونز برضو شكلها ابنورمال. ولو دققنا شوية هنلاقي ان لو عملنا بونز كان it's hot, يبقى this is a tumor definitely, بس الهوتنس برضو غريب شوية, يعني الهوتنس مرسوم اكنك راسم الهيومرس بالمنظر ده. This was Paget's disease. الله, Paget's disease ده احنا بنشخصه ازاي Paget's disease ده؟ This is another example of a Paget's disease. دايما نفتكر ان Paget's disease ده في الكريتيريا الآتية, the bone is bigger than normal with the cortex is bigger than normal with the medulla is bigger than normal with كل السبتة والترابيكلي بتاعة العظمة بتبقى bigger than normal. العظمة أكبر والكورتكس أكبر والترابيكلي أكبر. لو دققت هتلاقي الكلام ده, البون أكبر, كورتيسيز نفسها أكبر, وكل الترابيكلي بتاعة العظمة are bigger than the usual. إنما actually مفيش infiltrating tissue, ده عظمة اتكسرت وحصل فيها المنظر ده. طبعا it's hot on scan والبون أكبر, الدريعة كده. كان الإنجليز زمان كانوا بيشخصوا الباجتس ديزيز ده إن عشان هما بيلبسوا برانيت كتير, يقولك
البورنيتا ما بقتش بتخش في راسي، مش معقوله راسي كبرت. اكشلي راسي كبرت دي حاجه فيري اد ان البورنيتا ما تخش، هي اكشلي كانت بتكبر عشان بيبقى فيها باجيتس ديزيز. بص على المنظر ده، بص الكرايتيريا اللي احنا كنا بنتكلم عليها، the bone is bigger than normal, cortices are bigger than normal، مدلة أكبر وكل الترابيكلي أكبر. This is the classic Paget tibia. والباجيت تيبيا دي مش بتعالج بالجراحة، بتاخد بس فوسفينيتس، بتاخد مع الكالسيك اتسترا. يبقى الباجيت كمان ممكن يلخبط الناس في إيه؟ في إن هي تبقى تيومر. نيجي بقى آخر كاتيجوري، هي الميسيلينيس كاتيجوري، اللي مش عارفين نحطها تحت أي كاتيجوري بنجمعهم في الميسيلينيس. نبص على الإكزامبل ده، عيانة جايلنا بسويلينج أوف ذا إلبو بالمنظر ده، فمتشخصة اللي شافها قال دي definitely she has a tumor here، especially بعد لما عمل لها إكس راي لقى destructive lesion مبوظ خالص الإيه الأبر راديوس مع اللور هيومرس بالمنظر ده. فايذر اتس تيومر اوف ذا جوينت، حاجه بقى سينوفيال كوندروماتوز سينوفيال ساركوما واكله العظمه، وكمان ايرودين كل ده. الغريب بس في الموضوع ان الدستركشن الرهيب ده ما هواش مصاحب ليه ولا بين ولا تندرنس ولا حاجه، والعينه بتحرك كوعها as much as she can without any pain. ولما ندقق ونفحص العيانه اكتر نلاقي فيه lost terminal digits لوحديها كده، والعيانة عندها برضو absent lateral eyebrows. This was a charcot joint due to leprosy. يبقى ده charcot joint which is mimicking a destructive lesion في الالبو، والناس تبقى فاكرة ان هي this is a tumor في حين ان هو charcot joint مش محتاج ولا عمليات resection ولا حاجة. ممكن تعمل لها بقى stabilization، تعمل لها حاجات بتاعت الشاركوت مش للتيومر. Another example، عيان جاي بسوالن انكل، الناس افتكرت ان هو تيومر، اخدت بيوبسي، البيوبسي طلع تيشوز they couldn't explain what it is، عمل اكس راي، الاكس راي مورق a destroyed talus و destroyed ankle joint بالمنظر ده، والامر اي كمان باين كل التالس destroyed وفي تيشوز. فالاول وهله تفتكر ان هو تيومر في التالس وعامل الدستركشن ده، انما تبص على العيان بقى وهو جاي لك العيان ماشي نورمال عادي ما عندوش اي مشكله خالص. It's a painless lesion. Swollen و destructed وكل حاجه بس painless. ف this is the clue. الدستركشن اللي هو ما عندوش اي pain ولا اي حاجه خالص. This is a charcot joint. ممكن ندور بقى على اسباب الشاركوت جوينت، ده diabetic، ده leprotic، ده عنده سرينجوميليا، كل الحاجات اللي تعمل ايه charcot joint. فانت لما تلاقي ديستراكشن ومعهوش بين دايما فكر ان ده ايه ممكن يبقى عنده شاركت، تبتدي تست الديب سنسيشنز اتسترا. انذر برضه ميسيلينيس كاتيجوري ونشوفها كتير، السب كوندرال سيست، ساعات تبقى جانجليون سيست كده في وسط البون زي هنا في التيلس، ساعات تبقى يا دوب تحت الجوينت في الناس اللي عندها اوستيو ارترايتس، تبقى كلها جواها فلويد حجمها صغير، وساعات بيبقى حجمها اكبر شويه بالمنظر ده، بس لما تعمل ام ار اي تلاقيها كلها فلويد. This is a cystic lesion, subchondral cyst نتيجه osteoarthritis. دي سيست مختلفه ما هياش تيومرز انما بالمنظر ده. طب امال ايه الاكزامبل ده برضو من ضمن الميسيلينيس كاتيجوري؟ البون شكلها غريب بس مصمت، مفيش مدله هنا. This is an osteopetrosis او marble bone disease. طيب احنا شفنا بقى فرايتيز كتير ويمكن اتلخبطنا شويه، انما اي ترايد ان انا اخد من كل كاتيجوري اكزامبلز عشان الناس تشوف اكبر عدد من الاكس رايز ممكن لحاجات تبقى شبه البون تيومرز ولكنها ما هياش بون تيومرز. سو هاو دو وي سورت ثينجز اوت؟ اول حاجه كيرفل هيستوري. هيستوري يساعدك قوي ان انت تايدنتيفاي هيستوري اوف تروما، انفكشن، ميتابوليك رينال فيلير. That's very important and crucial. ودايما ما تبصش بس على الحته اللي بتوجع العيان او اللي جاي بيشتكي منها. You have to look at the patient as a whole. اللي جاي عنده هايبر بارا وبيشتكي من الديستال ريجس تساله يقول لك ده انا عندي generalized bony aches، ده انا عظمي كله بيوجعني، ده انا عندي thirst، عندي history of renal failure، etc. اللابز والسبيشال تيست ار فيري امبورتنت.
ولازم تبقى دايما شكاك، دايما فكر ان ممكن يبقى فيه different diagnoses، مش اول حاجة تيجي في دماغك تبقى هي اللي صح. consider all tumor like conditions to be tumor. لو كل التيومر لايك كونديشنز دي انت شكيت ان هي ورم ومشيت على في الستيجنج بروسيدر وفي الدياجنوز ان هي ورم وعملت لها ام ار ايز وعملت لها الاكس ريز المطلوبه اتسترا واخدت بايوبسي، يو نيفر جو رونج. العين عمره ما هيزعل انه يعمل بايوبسي وتقول له لا الحمد لله انت ما عندكش ورم، انت عندك انفكشن او ان انت عندك ميتابوليك ديس اوردر ومش محتاج تعمل عمليات. فانت البايوبسي وود سورت ثينجز اوت. الناس كانت بتخاف ان هي تعمل بايوبسي، تفتكر بايوبسي ده هينشر المرض، البيوبسي ده هيأذي العيان، البيوبسي ده ممكن يأذي المشرط لو دخل جوه الورم هينتشر وينفجر. والحاجات دي نسمعها من ناس كتير. البيوبسي is never harmful. البيوبسي بدان بتتعمل صح وبدان بتتاخد بطريقة مظبوطة، وأكيد هتسمعوا الكلام ده في الكورس بتاع الأنكولوجي زي how to take a proper biopsy. البيوبسي could solve all these questions وتحل كل الورسم diagnoses دي. Thank you very much. ولو في أي استفسارات أو أسئلة please go ahead. I'm ready to answer. شكرا. Thank you so much, sir, for this marvelous presentation. شكرا جزيلا أستاذنا الكبير أستاذ دكتور وليد عبيد. تفضل يا فندم. شكرا يا فندم. دكتور محمود معانا عشان ال questions. We are ready to receive questions. Any questions to Professor وليد عبيد؟ طبعا محاضرة رائعة جدا من أستاذنا الدكتور وليد عبيد، ودي حاجة طبعا مش غريبة على أستاذنا الكبير. يعني هو حاليا ما فيش questions من الأتنديز، بس أنا بصراحة ليا سؤال بيرسونال كده لأستاذنا الدكتور وليد. يعني حضرتك بالنسبة للحالات اللي بيبقى فعلا احنا الكويري ما بين الانفكشنز والليفنج ساركوما، خاصة في الحالات اللي هي بتبقى دايفيزية الأكثر، هل الرولز بتاعت الـ LDH الكلاين فوسفاتيز، هل الماركر دي بتقدر تدينا كلو برضو احنا فين، ولا حضرتك المرايا ايه في الأمر؟ لا الـ this is a very good question. وهو actually لا ما بنعتمدش ابدا ولا على الـ LDH ولا على الـ ESR ولا الـ CRP. كل دول fallacious، فما نقدرش ان احنا من اللابس دي نقول دي actually this is an infection او this is a tumor خالص. ولا الـ ESR يقدر يساعدك ان انت تشخص tumor، ولا يقدر يساعدك ان انت تشخص infection، لان في حالات Ewing sarcoma تلاقي الـ ESR فوق المية. This is not acceptable ان الواحد خالص يشخص بالايه باللابس. انت الـ MRI والـ X-ray والـ history بيديلك كلو، انما في الاخر لو انت عندك شك لازم تاخد بيوبسي. البيوبسي هتحللك كل حاجة، حتى لو هي infection هتساعدك تعمل ايه. في سؤال هنا كمان questions بدأت تظهر يا فندم. في سؤال دكتور احمد زهدي بيسأل can infection occur on top of tumors؟ لا، infection cannot occur on top of tumors unless ممكن يبقى فيه infected biopsy. يعني مثلا انت في tumor انت اخدت منه open biopsy وبعدين حصل infection، فالinfection يبقى on top of the tumor. انما مثلا حد يبقى عنده osteosarcoma او عنده Ewing ويحصل له infection في المكان ده، لا، we've never seen something like this. طيب في سؤال تاني برضو. Yes, في حالة parathyroid هايبر يعني، ده بيسأله الدكتور عدنان. بيقول لو دكتور عدنان دكتور عدنان من اليمن يا فندم، هو معانا في كل المحاضرات بصراحة. تمام. هو بيقول لو في حالة باراثايرويد وتم أخذ بيوبسي بيطلع النتيجة إزاي؟ I think إن هو اللي قصده نقدر نسورت it out إزاي. يعني البيوبسي يفرق إيه الجاينت سيل تيومر مثلا من الهايبر بارا؟ Actually شكل الجاينت سيلز بيختلف. الجاينت سيلز بتاعت الجاينت سيل تيومر بيبقى السيل فيها فوق الميت نيوكلياي وبيبقى لها باترن معين، انما الجاينت سيلز بتاعت الهايبر بارا بنسميهم رياكتيف جاينت سيلز، والرياكتيف جاينت سيلز دول بيبقى عدد النيوكلياي اقل، يعني بالعشرات، وبيبقى فيها
بيقولوا سنترال هيلو. فشكل الجاينت سيلز بيختلف، لكن في الاخر في باثولوجيست ممكن ان هم يتلخبطوا في القصه دي. احنا بنقول الكلام ده نظري، انما في تفرقه. ومثلا الباثولوجيست اللي احنا بنتعامل معاهم وعندنا في الجامعه لما بيبقوا سسبيشس بيقولوا لنا بليز تشيك يور باراثورمون. احنا من ساعه لما حصل لنا كذا مسهاب في القصه دي بقينا روتين لاي عيان جاينت سيل تيومر واحنا بنحضره واحنا بنطلب منه بايوبسي على طول اوتوماتيكلي بنطلب منه باراثورمون. It's a very simple lab ويحل لك كل المشاكل دي. في سؤال تاني برضه. في سؤال what are the most common tumor like conditions of the spine? Definitely infection, definitely osteoporotic fractures. يعني ايه؟ عيان يجي مثلا بكولابسد فيرتبرا ويبقى ما احناش عارفين الكولابس والبين ده هل هو بسبب ميتاستاسيس عامله كده ولا this is an osteoporotic fracture. دي اكتر حاجه tumor like condition بتبان في السباين. يمكن احنا في المحاضره دي we didn't tackle قوي السباين، يمكن عشان احنا مش بنشتغل فيه كتير، ممكن اكتر زمايلنا بتوع السباين، بس this is the most common اللي احنا بنبقى بنتسائل عليها وبيجي لنا في العياده ناس كتير علشان تستفسر عن القصه دي. Is this actually a fracture due to a tumor metastasis ولا this is an osteoporotic fracture؟ طبعا في حاجات برضو بتبقى sure signs وفي حاجات suggestive. ال sure signs ان انت تلاقي soft tissue extent، ان العيان يبقى عنده history، ان انت تاخد biopsy من الليجن. كل الحاجات دي تخليك ان انت تبقى متأكد ان دي tumor ما هياش osteoporosis. دكتور وائل ابو زيد بيقول what else could help diagnosis of Paget's disease. Definitely لو هو active Paget الالكالين فوسفاتيز بيبقى عالي جدا، واكتشلي الماركر ده بنستخدمه to monitor التريتمنت. يعني اللي عنده Paget's disease وعنده pain لما بياخد التريتمنت بتاعه وعايز تتاكد ان هو he's responsive هتلاقي الالكالين فوسفاتيز بيقل. الدكتور محمد رأفت بيقول is Paget's disease can be diagnosed by biopsy. Definitely Paget's disease could be diagnosed by biopsy. ولما بنبقى محتارين او مش عارفين ساعات تلاقي Paget's disease وفي حتت erosion نبقى خايفين انه قلب لباجت ساركوما، لازم ناخد بايوبسي في الاحوال اللي زي كده. انما definitely لو حد ما شخصش من الاشعه Paget's disease واخد بايوبسي، البايوبسي هتجي له conclusive ان هي Paget's disease لانها لها الموزايك باترن، لها very characteristic picture في الباثولوجي. الدكتور احمد زهدي بيقول do we routinely do MRI with contrast؟ واحنا بنعمل MRI to diagnose ال tumors او to stage our tumors بنطلبه بكونترست. في كلام كتير قوي على ان ممكن ان احنا نعمل a good quality MRI بما فيها الفات سات اللي هو الفات سبريشن ممكن يغني عن ان احنا نعمل MRI with contrast. الكلام ده لسه debatable، في بلاد ابتدت تطبقه لان احنا بناخد موضوع الكونترست ده لايتلي، انما في ناس بتاخد موضوع الكونترست ده بحذر شديد. فسؤالك ده is very important and it's worth a study ان احنا نقارن actually هل ال MRI بكونترست هيدينا added info عن MRI معمول بكل السيكونسز ولا لا. بس احنا عامة بنستخدم كونترست في كل العيانين اللي احنا بنستيج. دكتور إميل عوض عبد المسيح بيقول when shouldn't I do further investigation other than the X-ray؟ الحاجات الـ diagnostic بالX-ray بس ممكن تكتفي بيها، دي حاجات قليلة. بس ندي examples مثلا زي non-ossifying fibroma. Non-ossifying fibroma في معظم الأحوال ما بيبقاش لها أي differential diagnosis، you diagnose it بالX-ray بس، لها festooned sclerotic edge بتبقى cortical فإتس very clear، وفي معظم الأحوال بتكتفي بس بالX-ray ما بتحتاجش إن أنت تعمل additional
studies. الحاجات التانية برضو plain وانت بتسكرين osteochondromas مثلا ما هواش بيشتكي والاستيوكوندروما بتبقى برضو سيلف اكسبلاناتوري ما بيبقاش فيها مشكلة. لو العين ابتدى اشتكى وحابب تقيس كارتليج كاب ساعتها بتحتاج تعمل MRI، انما دول مثلا مثال لكذا ليجن ما بتحتاجش ان انت تعمل له ايه، تعمل له MRI. وبالمناسبة دي برضو برضو احب افكر الناس ان انت you can never over investigate بصراحة، لان انت دايما احنا برضو بيبقى عندنا الاحساس ان احنا مش عايزين نحمل العيان تكاليف زيادة، احنا مش عايزين ان احنا نطلب منه حاجة وتطلع نورمال. بس دايما نفتكر ان هو احنا لو عملنا له حاجة وطلعت نورمال او طلعت كويسة وما فيهاش اي حاجة ده عمره ما هيزعل منك، انما هيزعل منك جدا لو انت كان مفروض تعمله حاجة وما عملتلوش. وياما نشوف ناس مثلا جايلنا خلاص عندها اوستيوسركوما نقول له طب انت عملت، يقول لي انا بقالي شهور كنت اروح للدكتور واقول له انا رجلي بتوجعني يقول لي دي كدمه، ده حتى ما عمليش اشعه، ده حتى ما عمليش بتاع، ده احنا فين وفين لما عملنا ام ار اي. انت ما دام انت عندك شك عمرك ما تستخسر في الانفستيجيشنز، العيان هيل فايند ذا واي تو دو ات، في مليون الف سكه ومليون الف طريقه ان هو يعمل. ده احنا بقى دلوقتي في ام ار اي سكان في كل شارع مش في كل مدينه، يعني it's very simple ان انت تطلب investigation، بس تطلبها برضو judiciously، يعني العين اللي محتاج تطلب له الانفستيجيشن، انما لو انت ما بين ان انت تعملها ولا لا لا اعملها. في دكتور عمرو المهدي بيقول is there a role for PET CT in differentiating infectious from neoplastic disease؟ yes، البات سي تي بيستخدم برضو في ان هو يميز الانفكشن من النيوبلاستيك ديزيز، وبيستخدم في حاجات كتيره برضو في الانفكشن، بيفرقوا في الاس يو في ابتيك بتاع الانفكشن من التيومرز، ما هواش كونكلوسيف بس بيستخدم. الدكتور جوامر امين بيقول ان سسبكتد جاينت سيل تيومر اون اكس راي Shall I teach medical students that parathormone checking should be routine before going to biopsy? I think you should. This is what we do as a routine. يعني sometimes بتبقى overdoing it, بس it protects you from a lot of mishaps. فاحنا بقينا بنعمل كده روتين ان احنا نطلب parathormone وكالسيوم من ضمن الانفستيجيشنز اللي احنا بنطلبها. طبعا في حاجات بتخليك مور سسبيشس وتطلبها اكتر، يعني لما يبقى حد كبير في السن، لما تبقى بوست منوبوزال وومن، لما تبقى عندها جنرالايزد ايك جنرالايزد بين، كل دول يخلونا اكتر نبقى انكلايند ان احنا نعمل باراثورمون از روتين تشيك. دكتور ابراهيم نصر بيقول اني ريسك اوف تيومر سيدنج وذ ترو كات بايوبسي؟ لا definitely it's less than the open biopsy، بس true cut biopsy بتبقى included في resection specimen واحنا بنعمل السالفج. لو يعني مثلا لو عين عنده osteosarcoma مثلا في distal femur واحنا عملنا true cut biopsy مثلا anteromedial، مفروض البيوبسي النقطة اللي احنا بنخش بيها نعمل true cut biopsy دي تتعلم او تبقى tattooed او تبقى واخدين بالنا منها، and we included زيها زي الopen biopsy في resection a specimen. ف there is طبعا incidence of seedling بس في التراك اللي انت داخل فيه which definitely less than an open biopsy. دكتور محمد وائل صدقة بيقول could be tibial shaft infected pyogenic associated with sarcoma، يعني confused biopsy. اللي انا فاهمه ان ممكن يبقى فيها الاثنين، احنا we answer this question ان ممكن تبقى biopsy وتبقى infected، this is possible. دكتور محمد مهران بيقول palliative management indications as a general، I think دي بره السكوب بتاع المحاضره. please call me anytime لو في حاجه specific اقدر اقولها، انما دي بره النطاق بتاع اللكتشر دي. دول احنا تعبنا حضرتك في كثره الاسئله،
لا خالص، ده مفيش كسرة خالص. بس هو ده سعادتك هو أهم حاجة هو الأسئلة. للمحاضر ولثقة للمحاضرة يا فندم. لا بيه ده أهم حاجة هي دي. ربنا هو هو في كومنت بسيط كده بعد إذن معاليك. هو طبعا قيمة المحاضرة دي بتنشأ كان رؤية الأرثوباديك أونكولوجيست عن النون أرثوباديك أونكولوجيست. الأمر ده بيختلف كتير، يعني يمكن الأرثوباديك أونكولوجيست زي ما سيادتك قلت هو بيتبع الستيجنج عشان يقدر يقول، يعني هو تفكيره الأول النون تيومر أو تيومر لايك كونديشن. النون أونكولوجيست بيبص لها بأمر مختلف، هو ما بيمشيش ستيجنج للأسف، هو ممكن بيمشي لأن هو التيومر آخر حاجة بيفكر فيها، فهو ممكن ما بيمشيش. فساعات احنا نتهم ان احنا بنعمل اوفر ديلينج مع العيان او اوفر انفستيجيشن، واحنا بنتهمهم ان هم ساعات بيعملوا مش مانجمنت. فزي ما حضرتك قلت، احنا القاعده اللي حضرتك بتعلمها لنا دايما ان احنا ما نندمش على اي انفستيجيشن عملناها للعيان حتى لو العيان طلع نورمال او طلع تيومر لايك، لكن ممكن العكس يحصل ان هو يبقى ساركوما او وات ايفر وتعمل له مس مانجمنت، وده بينتهي في الاخر ان بيضيع عليه فرصه الليمب سالج. Yes, you're absolutely right. ويمكن دي أهم مسج في الموضوع ده، إن أنت دايما تبقى شكاك، يعني دايما حط في دماغك هو اللي حضرتك بتقوله إن الناس بتحط التيومرز دي آخر حاجة في ذهنها لأنها أقل حاجة incidence. يعني لو الواحد يفكر كم الناس اللي ممكن يبقى عندها روماتيك فيفر، وكم الناس اللي ممكن يبقى عندها تروماتيك ابيسودز، وكم الناس اللي ممكن يبقى عندها انفكشن، وكم الناس اللي عندها تيومرز، الريشيو يمكن 1 لـ100. فاكيد الناس هتفكر في الحاجات التانية الاول، لكن احنا دورنا وكل واحد انترستد في الموضوع ده ان هو يوعي الناس ان انت دايما حط الديفرنشال دياجنوزس ده في بالك. الدكتور الشاطر هو اللي دايما يشك ويكتشف الحاجات النادره، يعالج الحاجات الكومن ديفينتلي، بس ما يفوتوش الحاجات اللي هي اللي نادره الحدوث. فاحنا بس بننبه الناس ونفكرها ان this is always a possibility، في دايما حاجات كتيره it goes both ways، نبقى فاكرينها تيومر وتطلع حاجه تانية، او نبقى فاكرينها حاجه تانية وتطلع تيومر زي الحاجات اللي احنا كنا بنفرجها دي. We are ready for the second.